السلام عليكم. انا حتى انا مشتركه في هذه البنكه هذه، وولد عمي هو اللي كاين تما خدام، وحنا كاملين بينا عاملين فيه الثقه، وماشي غير حنايا، راه نصف تطوان اللي هما اللي عندهم الركايز صحاح، واللي هما ماشيين هذه المدينه، وهما اللي كيطلعوا الاقتصاد هذه المدينه كاملين، يعني عاملين فيه الثقه. المشكل هو ان اللي عمل لي انا هو ان عمل لي شي تيكيس، انني عندي شي تيكيس، وبدا كيعطي ديك التيكيس للناس، وانا ما عنديش، عمري ما عملت شي تيكيس، فهمتي؟ شي واحد ب 25 مليون وواحد ب 9 ملايين، ولكن انا عمري ما كان عندي شي تيكيس. لهذا عملوا لي الخبره ديال الامضاء، وجبروا انني الامضاء، ربما يعني القانون هو اللي غادي يحميني. الحمد لله اللي كاين القانون، لان انا عمري ما مضيت على شي تيك، وهو كان كيبيع ويشري بهاد التيكيس هادو، الله اعلم شنو كيعمل بهم، وشكون المسؤول هاد الشيء هذا، الله اعلم. هو المدير، وهو حتى هو ولد عمي، انا لحمي ودمي، هذاك ولد عمي، ويعني حتى انا واحده من الضحيه، يعني اللهم يعبي لي فلوس، كلا يعبي لي فلوس ولا يعمل لي تشيكيس، راه تشيكيس عليهم الحبس. يجي شي واحد يصرف التشيك وما جبرش فلوس، اولا هذا تلاعب. انا فهمتي في الاخر ايامي انني يعبيني الحبس، هذا هو المشكل. اما يعبي لي الفلوس، الله يربح بالفلوس، ولكن ما يعمليش التزور ديال التشيكيس، انني انا كنعطي التشيكيس، هذا هو المشكل. وكنقول فهمتي شي، القانون هو فوق كل شيء، القانون هو اللي غيحميني، وغادي يحمي هاد المواطنين كاملين، وغادي يحمي هاد الشيء كل شيء. ولكن خساره، خساره بلي ان الناس د البلاد اللي كيعليو بالاقتصاد هاد المدينه كاملين مشاو ضحيه. عرفتي شحال الناس الضحايا اللي كاينه تما؟ راه الناس خللوا 100 درهم، راه كانت وحده عندها 20 مليون، وحده عندها 100 مليون، وحده عندها 20، كل وحده وشنو عندها، كيخليو لهم 90 الف فرانك بين الدرهم. والاخت ديالي ها هي قدامكم، خلاله خلاله 120 درهم، بينما شحال كان عندك اسامي المونطو؟ يعني واحد المبلغ كبير، كان عندها واحد المبلغ كبير وخلاله 120 درهم. الحمد لله اللي دابا شبر ومشاو عملوا لها الخبره وفتشوا، جبروا لها بلي ان بالعكس راه هي كان عندها واحد المونطو ديال الفلوس، الحمد لله اللي عطاوهم لها، يعني عبت شي حاجه وبقات شي حاجه، الحمد لله راه عطاوها فلوسها. يعني انا مطمئن بلي ان راه القانون كيحمي كل شيء، واذا كاين عندكم كل شيء موثق، وكاينه كل شيء بموثق، راه كل واحد غادي يعبي فلوسه، ومنهم راه الاخت ديالي عبات فلوسها، يعني نكونوا صريحين. شي اثر فيكم ولا لا؟ لا طبعا سيدي، لان فهمتي شي، راه هذاك دمي ولحمي اللي عباهم، يعني اللي عمل هذا الشيء هذا راه ولد عمي، ماشي شي واحد غربي عليا، وكنعرفوا من اطيب خلق الله، يعني لا الام ديالو ولا الاب ديالو ولا هو بحد ذاته فهمتي من اطيب خلق الله. انا ما عرفتش شنو جا، واش جا شي انفصام، واش جا شي حاجه، انا بدي ما عرفتي من اطيب خلق الله، ولكن الله اعلم شنو وقع.